أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على ما يمثله قطاع التعليم من أهمية في بناء حاضر مملكة البحرين ومستقبل أجيالها، لما يسهم فيه في مختلف الخريجين من دور في مواصلة الدفع بعجلة التطوير والنماء بناء على ما اكتسبوه من معارف ومهارات أثناء مسيرتهم التعليمية، مشيرا إلى ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى رعاية سموه حفل تخريج الفوج 54 من مدرسة البحرين والذي أقيم في الصالة الثقافية بحضور عدد من كبار المسؤولين، حيث أشار سموه إلى أن الإبداع والتفوق سمة يتميز بها أبناء البحرين، وهما يتم الاعتزاز به دائما في شتى المحافل باعتبار التعليم أساسا للتقدم وضرورة دائمة لتعزيز مسارات التنمية ومواصلة الإنجاز، مؤكدا سموه أن إنهاء التعليم الأساسي يعد مرحلة فيصلية لدى الطلبة تتطلب منهم بذل مزيد من الجهد والعمل لإكمال مشوارهم التعليمي لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم المستقبلية، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية بما يسهم في مواصلة تحقيق الطموحات المختلفة. هذا وقد قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بتسليم الطلبة الخريجين شهادات التخرج، ومعربا عن تطلعه بأن يواصلوا جهودهم المبذولة في مجال التحصيل الأكاديمي بالجد والمثابرة وتوظيفها في خدمة الوطن التوظيف الأمثل في ظل المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.